يسعد اوقاتكم، ضلوا بخير، ايامكم سعيده دائما. اليوم 5 تموز، يعني 5/7/8 للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال المشتري كوكب الحظوظ سعيده متقدما في برج الحوت، ما زال عطارد كوكب السفر الاوراق متقدما في برج الجوزاء. هدول الكوكبين عم يعملوا جزء من المضايقات للعذراء للقوس، الامور بالنسبه لهم ما كثير مريحه، بغض النظر انه احيانا حركه القمر بتكون ايجابيه، وهي هي الايام اللي لازم نكسبها لنرتب امورنا. وجود المريخ في برج الاسد وهو كوكب النزاعات والطاقه، اضافه الى وجود زهره للحب والعواطف ايضا في برج الاسد، بخلي الامور مو كثير اريح لمولود برج الثور، مولود برج العقرب، مولود برج الدلو، غالبا الآنين على قصه عاطفيه او على قصه صحيه. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل لوجود عطارد في برج الجوزاء، بيخلي الامور الماليه بالنسبه لك جيده، طبعا اضافه لوجود زهره في برج الاسد، كانك تسافر تقبض مال او عندك قصص هيك لها علاقه بصرف اضافي بهي الفترات، تحصيل حقوق او نوع من انواع المساعدات. وإذا بدك تسترد حقوقك فعلياً هاي الفترات حاول تطالب فيها، بس باعتبارك مولود برج الحمل من الأشخاص الكرماء، حاول أنك تعمل توازن مطلوب. الدخل الإضافي أو الدخل الجيد لا يعني صرف إضافي إطلاقاً. إذا بدك مولود برج الثور اليوم فاي بكير يمتلك قرار وتعاطف وفي شيء معصبه، بس حلاوة مولود برج الثور اليوم عصبيته لن تتجاوز 2 3 4 حيهدى، لأنه القمر ببرجه، فهي فورة الدم طبيعية، يعني على لحظة بترجع بتهدى بترجع طبيعي. اليوم لا، عم بيشعر بالأمان والاستقرار مولود برج الثور، والحياة الأسبوع القادم يعتبر الأسبوع الأفضل، سواء لتجمعات أو لقصص العلاقة يعني إنهاء بعض القضايا. أنت سعيد مع الناس اللي حواليك اليوم مولود برج الثور، تميل إلى الفنون، إلى توطيد صلات مع الآخرين، إلى مصالحات مبادرات، اليوم عم تتباهى بمحبة الناس لك. مولود برج الجوزاء لست في حالاتك الأفضل، على الأقل المساء، يعني خذ مني نصيحة، اسمع كثير واحكي قليل. اليوم ممكن تسمع كلام ما كثير مريح، نوع من أنواع المضايقات، يمكن المحيط اليوم مو كثير داعم، بالعكس المحيط اليوم عم ينقل لك أخبار وز 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 وز، يعني بالمجمل ما كتير كل شيء بتسمعه اليوم تاخده على محمل الجد، كأنه متعب على كل أو نومه قليل. مولود برج السرطان يوم اجتماعي بامتياز، عم تحاول توفق بين عملك بزيارتك الاجتماعية، كأنه استقبل ودعا سافر، وارد يكون عنده سفر، الأمور جيدة ومفرحة لمولود برج السرطان، في تأييد، في محبة، في غرباء، تعارف، نازل على سوق، داخل على مؤسسة حكومية، كل واحد حسب وضعه. عزيزنا برج الأسد، تقبل قليلا من الضغط، لست في حالتك الأفضل اليوم، لا امبارح ولا اليوم، ممكن يكون في أخطاء غير مقصودة، ممكن مزاجك مو كتير رايق، ممكن تبدو مشككا أو غيورا أو نقاش حاد أو تضخيم لبعض الأمور الصغيرة. على كل أنا برأيي حظوظك قصوى بهاي الفترات. هلا بيجي يوم يومين للتعب، هذا طبيعي، بس أنت قادر على التحكم بالأمور، وخاصة إذا ما تشنجت من أمور صغيرة. مولود برج العذراء اليوم الأمور جيدة، خاصة بسير العمل من حولك. ما بعرف إذا عندك ورقة ممكن تساعدك أو نقاط اختلاف ممكن توصل لحلول بهيك قصص أو حتى أخبار جيدة، بس كل شيء يتعلق بأوراق، بأخبار، بدراسة، بهيك قصص، تسلية، عمل مفيد، كل هذا ممكن يكون إيجابي وجيد. لاحظ تليفونك ما عم بيوقف رن. مولود برج الميزان اليوم أصدقائك عم بيسهلوا لك الحلول، يوم جيد خاصة إذا بتشتغل مع فريق عمل، إذا طالب مساعدة، إذا عم تحلم بلقاء إيجابي، فأنا أعتقد إنه اليوم في استقرار مرح حوالين مولود الميزان، في شيء ممكن يأثر على محيطك، عندك حالة من التشجيع والطمأنينة، واليوم أمورك ماشية يعني بالصوت بالأوامر ماشي. عزيزنا العقرب، انت اللي شوي متضايق ومانك كتير مرتاح، ما بعرف اذا القصص نوع من انواع التعب العائلي او الصحي، حتى الصحي لانه وارد بوجود المريخ في برج الاسد، انا اعتقد هو صحي مهني عموما، كمان بسبب وجود الزهره في برج الاسد. تفتقد اليوم للرقه مولود برج العقرب،
هو يعني بالمجمل دبلوماسي وبالمجمل صامت. اليوم كأنه أي كلمة ممكن تكون عم تنقال بتذمر أو بتشنج. أنا أقول اليوم بالذات اغفر لنا بعض الهفوات الصغيرة، نخطئ، كلنا نخطئ، ما في حدا فينا ما بيغلط. عزيز ده مولود برج القوس، 100,000 قصة شاغلته اليوم، وعنده إحساس إنه بس أنا اللي عم بشتغل وغيري ما عم يشتغل شغلي. ما أنت أولاً لا تسمح بالمساعدات، بدك تشتغل كل شيء بإيدك. ثانياً لا تتهاون بالأمور العملية، يعني ما فيك تقول إنه هاي بأجلها لبكرة، يلا هاي بلاها اليوم لبكرة، ما بتقدر تعملها. فهاي ضريبة اللي بيحب شغله عموماً واللي بيشتغل شغله بكثير من الجدية. هلا يمكن تكون عصبي أو مجهد، خذ لك شي حبة مسكن. الجدي عنده يوم للحظوظ، مساعدة للاجتماعات، لتوقيع أوراق، لتسافر يمكن إذا وضعك يسمح. عندك ثقة بالنفس، قادر تقنع محيطك بما تريد، عم تسوي الأوضاع من حواليك، كل شيء له علاقة بامتحانات، بسفر، بأوراق، بمؤسسات حكومية، بترقية، بقصص مالية، ممكن يكون جيد جدا. عزيزنا مولود برج مبدئيا الدلو، ما كثير مرتاح. أنا عم بعطيك إياها المقدمة لقول لك ما كثير مرتاح بالمختصر. الأمور ليست في أفضل حالاتها، ما بعرف إذا في قصة عائلية صحية عملت لك نوع من أنواع القلق، بس ممكن محيطك اليوم يستدرجك لشجار نزاع. هلا هو أصلا للحقيقة وجود المريخ في برج الأسد عم بيخليك عصبي أكثر مما يجب. لاحظ إنه أي جدال عم بتخوضه بهي الفترات، يا عم تختمه بخناقة، يا عم تختمه بصوت عالي، يا عم تختمه بدمعة. طبعاً قد ما بيبين الدلو أنا القوي اللي يعني، بس هو جاهز إنه يدمع على الأقل هاي الفترات. بعيد الشر والله يبعد الدمعة عن الجميع، بس الحقيقة إنك قلقان وما كتير مبسوط، تبدو مستعجلاً وعصبياً. هلا عندك 3 أيام تعويضيين. مولود برج الحوت بالفترة الأفضل ليمتن علاقاته بمن حوله، عم تجيد اليوم ترتيب أمورك، تسعد بالاهتمام عموماً، تنطلق بدعم من الكواكب، تدرك أنك جزء من كل اليوم، كأنه تعاونك مع الآخرين إيجابي، ويمكن في فرح على صعيد قراراتك الشخصية. خليني عايد مولود اليوم، مولود 5 واتمنى له السعادة، مغرم بالجمال، مفتش عن الحب والحنان، يهوى الحفلات، سماع الموسيقى. هلا هو كائن منعزل عموما، بيعرف يعني هو احلامه اكبر من حجمه، اذا عمل توازن بين هذا الاحلام وهذا الحجم بتكون اموره كثير افضل، لذلك ضروره التوازن. حدا بيتوتي عموما بيحتاج دائما حدا يفهمه، ما انه من الاشخاص اللي بيتسرعوا باتخاذ القرارات، بياخذ قراراته ببطء وبهدوء، والاهم إنه هو شخص محب للعائلة، محب للأهل. طبعاً سنة مهمة بالنسبة لألولي، ترتيب أمور عائلية، شخصية، مالية. أنا بشوف السنة رح تختم بأفضل مما بدأت. في مبروك لألك إذا أراد رب العالمين. بقى اللي حابب يرتبط إن شاء الله، اللي حابب يحسن أموره العملية إن شاء الله، يا رب أكيد بالجهد وبالحظوظ بتكون أمورنا إيجابية. فاتن عم تسألني مع زوجة، والله تمتلكي أفضل أنواع الحظوظ فاتن، يعني كمان موضوع بيبي اللي رايده رب العالمين بيصير، بس حظوظك جيدة جدا جدا جدا، فالله يفرح قلبك ببيبي يا رب. بشرة يعني هذا شهر متعب، بشرة ما له كتير الأريح، ما بعرف إذا أنت بكالوريا إن شاء الله تطلع النتائج بيوم إيجابي، بس هذا شهر للجهد وليس للحظ. محمد عم بيسألني، هو محمد أحمد، محمد سنة حظك عموما سنة جيدة جدا، خاصة لتغير شيء بحياتك، شيء أساسي رح تتذكره، يعني حتقول أنا هاي السنة عملت كذا، بعد سنتين ثلاثة رح تقول إنه بسنة 21 أنا غيرت بيتي، بسنة 21 أنا تجوزت. ما بعرف كل واحد حسب وضعه أكيد، بس سنة مؤثرة بتاريخ حياتك. أنا قصدي فاطمة، سيد أوقاتك يا فاطمة، يعني سنة حظك فاطمة، لكن ليس حبيبتي قبل أواخر السنة، خليني أقول أواخر الصيف لما أظلمك، يعني من أواخر الصيف وما بعد بتبلش الأمور بقى تريح وتاخد طابع أفضل كحظوظ، فالله يحقق لك مراد قلبك. منى سليمان، يسعد أوقاتك يا منى، في شيء عائلي عاطفي ما كتير مريح، وباشرت الأمور تحسن بعد الشهر المتعب هذاك الشهر. هلأ هذا الشهر كله أفضل،
بس كمان صار لك يومين بكركبه وانت عاطفيا عائليا ما رح ترتاحي لاخر الثامن، لذلك بدها الحكايه كثير رواق، ما تخسري حدا خاصه قرايبينك اهلك، يعني بلا هي العاده تبعتك اللي دائما مرافقتك يا هيام، بلا ما في مشكله. يعني انا بقول لا، هي الفترات صايرين كلياتنا كل مترابط، كلنا نحتاج لبعض. عبد العزيز يسعد اوقاتك يا عبد، عبد هذا الشهر حلو حبيبي، استفيد منه لانه ايجابي. هلا الثامن ما حيكون مثله، الثامن حيكون في تعب، بيرجع التاسع امورك ايجابيه، بس انا برايي اواخر السنه ممكن تحمل لك نوع من انواع الفرح يا عبد العزيز. هو انت حدا عصبي، متسرع، مستعجل، بتحكي كثير، تصرف كثير. هلا هي الخمس صفات اذا بدك يعني اسوأ صفات في هذا الزمن، يعني الزمن الصعب رح يمو انت، فهدول الخمس صفات قلل منهم قدر استطاعتك، لانه قد ما بدي اقول لك قلل انت يعني بتكون هي هيك تقلل هيك. ماشي الحال، انا قبلانه، انا قبلانه عبد العزيز. زينب والله السنه مو كثير مريحه، على الاقل هي الفترات يا زينب، الامور هي الفترات مو كثير مريحه. سابع ثامن ليسوا اشهر للتغييرات، بالعكس انا بقول هي الاشهر لتبذلي جهود لما تطلعي بخسارات او ولا صحي. قولي انت صغيره يفترض ما يكون عندك شيء صحي، بس كانك قلقانه على قصه صحيه، ما بعرف اذا بتخصك او بتخص احد افراد العائله الناس المقربين لك، بس انا اعتقد لبعد الثامن ليكون في بدايه تغيير. هي السنه زينب للزراعه وليس للحصاد، لا تبلشي قصه جديده بس ما اظنك تكمليها قبل السنه القادمه. يجعل ايامكم سعيده، ضلوا دائما بخير.